حسين يا غريب. زواج الزهراء آية كبرى أنت تقرأ الآن في القرآن الكريم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يعني هذا الزواج العادي إلنا كل إحنا فيه غذاء للفكر يتفكرون، فيه سكن للنفس لتسكنوا إليها، فيه مودة للقلب، فيه رحمة للروح، غذاء عجيب. آية الزواج آية من آيات الله، فما بالك بزواج الوحيد في التاريخ، في تاريخ الوجود ما إلى مثيل، أن الزوج الرجل آية كبرى لله والزوجة آية كبرى لله. هذا الزواج ما موجود عند كل الأنبياء إلا عند علي وفاطم. وحتى أقطع عليك الطريق لا يكون تفكر تقول النبي شلون الرسول كيف، ما أنت عارف الرسول عنده زوجة مثل فاطمة؟ ها؟ هل الرسول عنده زوجة مثل مقام الزهراء؟ خلاص الزهراء واحدة بس، هي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وهي الآية الكبرى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لذلك زواج علي وفاطمة مرج البحرين يلتقيان، هذا الزواج الذي صدر منه 11 إمام، والإمام 12 اللي هو 11 بعد أمير المؤمنين سلام الله عليه هو الإمام صاحب العصر والزمان، الكون كله ينتظر خروجه.